مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا إلى هذه التغطية التي نتناول فيها ملفين. ملفنا الأول حول حملة الجيش السوري لتحرير مدينة سراقب الاستراتيجية في محافظة إدلب وأهميتها في تمكين الجيش السوري من تحرير كامل التراب السوري من الجماعات المتطرفة والمسلحة المدعومة من تركيا. في ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، مطالب الحراك الشعبي في محافظة ذقار بتنظيم استفتاء شعبي من أجل اختيار رئيس وزراء مستقل وتأثير هذه المطالب على حظوظ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومته المرتقبة. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم إلى وقفتنا الحوارية الأولى. إذن الصراع العسكري على مدينة سراقب والذي أصبح حدث الساعة على غرار مناطق أخرى مثل القصير والغوطة وحلب الشرقية والبغوز التي استحوذ كل منها على واجهة الأحداث في فترة ما بعد سيطرة الجيش السوري على سراقب ليمهد فتح الطرق الدولية بين حلب ودمشق وحلب واللاذقية. المزيد في هذا التقرير. الجيش السوري أكمل الحصار على مدينة سراقب الاستراتيجية بعد تطويق 4 نقاط مراقبة نشرتها تركيا حول المدينة لمنع سقوطها بيد القوات السورية المتقدمة التي تمركزت في النيرب غرب مدينة سراقب ومرديخ جنوبها وآفس عند المدخل الشمالي لها وبلدة الشيخ منصور من جهة الشرق. سيطرة الجيش السوري على سراقب الهدف منها فتح الطرق الدولية بين حلب ودمشق وحلب واللاذقية. تقع سراقب على بعد 16 كيلومتر جنوب شرق إدلب وتحظى المدينة بأهمية استراتيجية كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين هما M5 ويربط مدينة حلب بدمشق ويعبر مدنا رئيسية وصولا إلى الحدود الجنوبية وطريق M4 ويربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غربا. الصراع العسكري على مدينة سراقب حدث الساعة على غرار مناطق أخرى مثل القصير والغوطة وحلب الشرقية والبغوص التي استحوذت على واجهة الأحداث في فترة ما. مصير سراقب مرتبط بالتفاهمات الدولية والإقليمية إذ أن الجيش السوري عازم على تحرير المدينة من الفصائل والقوى المتطرفة في حين يعزز الجيش التركي من وجوده في قلب المدينة منعا لتقدم الجيش السوري، وتصر روسيا على استعادة كل هذه الأراضي إلى سيادة الدولة السورية. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطى مهلة لانسحاب الجيش السوري من محيط نقاط المراقبة التركية نهاية شهر فبراير الجاري، وإلا ستقوم القوات التركية بعملية عسكرية في إدلب في تحد واضح لروسيا. قبل حصارها من الجيش السوري مرت سراقب الواقعة على أطراف ريف إدلب بمراحل متعددة منذ بداية الأحداث في سوريا، إذ سيطر ما يسمى الجيش الحر في بداية الأحداث على المدينة في حين انسحبت منها القوات السورية والأجهزة الأمنية في فترة اضطراب كبيرة في بدايات الأحداث في سوريا، وسرعان ما اتخذ تنظيم داعش الإرهابي من سراقب مركزا لاستقبال عناصره القادمين من تركيا لتصبح المدينة بعد فترة وجيزة ساحة اقتصادية للتنظيم جنى من ورائها ثروات ضخمة. وحسم الصراع بين التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري في عام 2017 لصالح جبهة النصرة الإرهابية. مشاهدي الكرام، إذن كما تابعنا في هذا التقرير تحتدم الأوضاع بشكل كبير على الأرض. مدينة سراقب تمثل حدث الساعة، تمثل المشكلة الأهم التي يتمحور الآن حولها الصراع ما بين حليف تركي تبحث عنه تركيا مع روسيا وما بين الحليف التقليدي لسوريا وهو أيضا الطرف الروسي، الطرف الروسي الذي يقف ويدعم الجيش السوري والدولة السورية في حربها ضد الجماعات المسلحة المختلفة. لكن ماذا أيضا عن
المواجهة مع تركيا وبعد التحذيرات التركية بطبيعة الحال للجيش السوري أو للدولة السورية، يعني هذا ما سوف يظهر خلال الفترة المقبلة. ينضم إلي السيد يسري عبيد، الكاتب الصحفي المتخصص في شأن العربي. أستاذ يسري، أهلا بحضرتك وكل تحياتي. يعني إذن الموقف محتدم الآن في سراقب بشكل كبير، كيف توصف الأحداث هناك؟ الوضع أعتقد في الشمال السوري وضع معقد جدا. تركيا تمارس البلطجة السياسية والعسكرية في شمال سوريا. الجيش السوري له الحق تماما في أن يسيطر على جميع الأراضي السورية الموجودة، وبالتالي التدخل التركي للجيش السوري هو تدخل مرفوض وتدخل غير شرعي ومحاولة فرض أمر واقع بالقوة العسكرية. أعتقد أن الحليف الروسي دوره مهم جدا في لجم التحركات التركية في شمال سوريا، وبالتالي على روسيا دور كبير جدا أن تعطي إنذارا واضحا لتركيا أن الجيش السوري يمارس عملياته في أرض سورية عربية وعلى السيادة السورية على جميع الأراضي السورية. وبالتالي أعتقد أن تركيا لابد أن تجد ردا حازما من روسيا في هذا الأمر، وعلى الجيش السوري أن يواجه الأتراك بكل قوة. هو يتحرك بشكل شرعي، القوات التركية قوات احتلال واضحة وفقا للقانون الدولي، وبالتالي أي تحركات من الجانب الجيش السوري هي تحركات مشروعة بغض النظر عن أي تحركات دولية أو إدانات دولية للقوات السورية. يعني تمام، لكن ماذا تعتقد أنه يمثل نقطة المواجهة خلال الأيام المقبلة؟ هل تمتد المواجهات إلى شكل عسكري أو عمليات عسكرية متصاعدة؟ أعتقد إن لم يعتبر الضامن في هذا الأمر هو القوات الروسية والرئيس الروسي بوتين شخصيا. الأتراك يقولون إن هناك وفد عسكريا روسيا سيذهب إلى تركيا غدا لمناقشة الأوضاع في إدلب، وبالتالي أعتقد أن الدور الروسي مهم جدا في هذا الأمر، لأنه قادر على أن يمنع المواجهة العسكرية المباشرة بين القوات السورية التي تحرر أراضيها بشكل شرعي وبين قوات الاحتلال التركي الموجودة الآن في شمال سوريا. وبالتالي أعتقد أن الدور الروسي هو دور مهم جدا لمنع وقوع المواجهة المباشرة. إذا سمح روسيا للأطراف بأن يتوغلوا أكثر في الشمال السوري ولم تقم بمواجهة هذا التوغل، أعتقد أن الجيش السوري عليه واجب وطني، وهو الدفاع عن أراضيه بكل قوة ضد قوة أي قوة احتلال سواء تركيا أو غير تركيا. وبالتالي أعتقد المواجهة المباشرة احتمال كبير جدا في خلال الأيام المقبلة. الرئيس التركي وجه إنذارا للقوات السورية بأن تعود إلى نقاط المراقبة التركية خلال هذا الشهر. الجيش العربي السوري رد على هذا الأمر بدخول منطقة سراقب ومدينة سراقب وأصبحها على بعد أكثر حوالي 10 كيلومترات من مدينة إدلب الرئيسية في محافظة إدلب، وبالتالي التحركات السورية يجب أن ترد على هذا الاحتلال التركي الغاشم الذي يحاول فرض أمر واقع والذي يحاول الدفاع عن الإرهابيين والذي يحاول أن يصد هجمات الجيش السوري ضد هؤلاء الإرهابيين الموالين لتركيا. وبالتالي دور الجيش السوري مهم جدا في هذا الموقف، الدفاع عن أراضيه، تحرير جميع أراضيه من الإرهابيين، الوقوف بقوة ضد قوات الاحتلال التركي التي ليس لها أي سند شرعي في الدخول للأراضي السورية. طب أستاذ يسري، يبدو يعني الوضع ملتبسا بشكل كبير. تركيا طرف خارجي، نعم هي تسوق مسوغات أنها تدافع عن حدودها، تدافع عن أمنها بشكل أو بآخر، لكن في النهاية هي تهدد الدولة نفسها إذا ما دخلت مدينة بعينها أو منطقة بعينها. ألا يبدو ذلك يعني بعيدا عن كل الأعراف الدولية غير متوافق مع القانون الدولي، نظرة المجتمع الدولي يعني كيف تراها بالنسبة لهذا الأمر؟ للأسف الشديد تركيا تمارس بلطجة سياسية وعسكرية واضحة جدا في المنطقة، وللأسف الشديد المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام هذه البلطجة، بل بالعكس الحكومة الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي أصدر بيانا بأنه يدعم التحركات التركية في الدفاع عن النفس داخل الأراضي السورية، وهذا ما يضحك في الأمر، يقول إن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها داخل الحدود السورية.
الموضوع كله مناكفات سياسية بين واشنطن وبين موسكو. واشنطن تريد أن تعيد أنقرة إلى الحضن الأوروبي الأمريكي مرة أخرى، وأن تأخذ هذا الحليف المهم من روسيا إلى الغرب مرة أخرى. وبالتالي هو يصدر بيانات نكاية في الروس. الرئيس التركي أصدر بيانات ضد روسيا وقال إنه لن يعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وبالتالي كعادة الرئيس التركي دائما يلعب على جميع الأطراف ويلعب على جميع الحبال. وبالتالي المجتمع الدولي يعتقد أنه مجتمع عاجز عن مواجهة الأطماع التركية سواء في سوريا أو سواء في ليبيا. وبالتالي هنا دور الجيش العربي السوري هو حماية أراضيه بغض النظر عن أي تصرفات خارجية وبغض النظر عن أي ردود فعل خارجية. هو له الحق الشرعي في الدفاع عن النفس، وهذه قوة احتلال تركية موجودة في شمال سوريا. وبالتالي يجب أن يعطي رسالة للجميع بأنه يحرر أرضه بغض النظر عن جميع ردود الأفعال الدولية سواء من هنا أو من هناك. وبالتالي لابد أن يقف بكل قوة. وروسيا عليها دور مهم جدا لأنها تتمتع بعلاقات قوية جدا بتركيا، وفي نفس الوقت تعتبر حليف مهم جدا للحكومة السورية. وبالتالي هو دور فاصل في هذه المسألة وفي تحديد من له الحق الشرعي في أن يدافع عن أرضه ضد قوات احتلال تركية معروفة وموجودة وواضحة للعيان. يعني هذا سؤال يجيب عن نفسه، من له حق أن يدافع عن أرضه؟ بطبيعة الحال الدولة هي التي تدافع وليس المعتدي، ليس الطرف الخارجي. لكن أستاذ يسري، يعني لفتني بالأمس أيضا موقف الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر حين ألقى على الجانب السوري بضرورة تهدئة الأوضاع، بضرورة عدم يعني الذهاب لافتعال المشكلة أو لدخول المدينة بشكل أو بآخر لعدم مقام مواجهة عسكرية. كيف أيضا توصف ذلك رغم أن يعني هناك مسافة فاصلة بين ما يراه الاتحاد الأوروبي أو الأوروبيون وما تنتهجه وتراه تركيا، وإن كان طبعا حلف الناتو هو المظلة التي تجمعهم؟ للأسف الشديد كما قلت، الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي، مجتمع عاجز، مجتمع يكيل بميكيالين، مجتمع للأسف الشديد ينظر إلى الحكومة السورية أنها حكومة قتلت شعبها، وهو دائما يقف ضد الدولة السورية ودائما يقف ضد الحكومة السورية. وبالتالي هو يتبنى جميع المواقف التي تكون ضد هذه الحكومة السورية. كان هناك اجتماع لمجلس الأمن بالأمس، مندوب سوريا لدى مجلس الأمن بشار الجعفري قدم أوراق الموثقة لاجتماعات عقدت بواسطة ضباط أطراف بالأمس مع قادة لجبهة النصرة، وهناك صور وهناك تسجيلات لهذا الاجتماع. قدم وثائق تبين أيضا أن جبهة النصرة شنت هجمات على الجيش السوري بمساعدة ضباط أتراك والقتال جنبا إلى جنب. وبالتالي أعتقد كل هذه الأمور وضعها بشار الجعفري قدام أمام المجتمع مجلس الأمن بالأمس. هو يقول لهم أن تركيا ترعى الإرهابيين، يقول لهم أن تركيا توظف هذه الجماعات لتحقيق أغراضها، وبالتالي لابد لكم أن تتحركوا أمام هذا الأمر. أعتقد أن المجتمع الدولي مجتمع للأسف الشديد مجتمع يكيل بميكيالين، مجتمع منافق، مجتمع غير قادر على مواجهة هذه البلطجة التركية التي مستمرة في سواء في سوريا أو في ليبيا. شكرا لك يسري عبيد، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. إذن كما نتابع، مدينة سراقب هي محور الأحداث هذه الأيام. هناك معلومات تقول بأنها تمثل مركزا لاستقبال الميليشيات أو الجماعات التي ترتبط بشكل أو بآخر بجماعات العنف وتنظيم داعش، تسوقها أو تجمعها تركيا في مدينة سراقب والمناطق المحيطة من أجل تصدير هذا الشكل من أشكال التدخل والعنف والإرهاب إلى مناطق أخرى سواء في داخل سوريا أو حتى نقلهم إلى داخل ليبيا أو إلى المواجهة على خط ليبيا، وبالتالي يعني تعد بشكل أو بآخر منطقة أو مفرخة للاستعداد لتطوير الأمور على الأرض في اتجاه العنف والإرهاب وإثارة القلاقل. يعني أعتقد هذا نوع من السياسة تمارسه الدولة التركية خلال الفترة الماضية سعيا إلى تحقيق أغراض
أهداف ليس فقط لمصلحتها ولكن أيضا لنشر الذعر أو القلق والتوتر في المنطقة سواء في الشرق أو في الغرب. الجيش السوري أصبح بشكل كبير قريبا من السيطرة وفتح الطرق الدولية بين حلب ودمشق وكذلك حلب واللاذقية. ينضم إلي من دمشق دكتور شريف شحادة الباحث بمركز دمشق للأبحاث. دكتور شريف أهلا بك ومرحبا. يعني كيف يمكن أن نوصف الأوضاع على الأرض؟ هل هو الهدوء الذي يسبق عاصفة خاصة في ضوء التحذيرات المتبادلة ما بين تركيا وعدم يعني طبعا استجابة الدولة السورية لمثل هذه التهديدات واعتبارها أنها تدخل في الشؤون الداخلية بل واعتداء على الشؤون السورية والأراضي السورية؟ يعني كيف ترى الوضع وكيف ترى تطورها أيضا؟ تحية لك ولسائر المشاهدين قناتكم الكريمة. حقيقة أقصى تركيا في هذه الأزمة أنها الداعمة للعالم للمؤسسة المسلحة وجريمة النصرة وداعش، وكان هناك تقدم كبير للجيش السوري. حاولت تركيا منعه الوصول إلى محافظة إدلب وتخصيص إدلب من الإرهابيين. الأمور على الأرض جيدة، هناك سيطرة الجيش العربي السوري على كامل النقاط التي أراد السيطرة عليها، منها معركة النعمان واتجاه سراقب أيضا والقرى التي حولها. وأعتقد أن الحكومة السورية سوف تستمر في سير المعارك تجاه تحرير اللي وصولا إلى الحدود التركية، لكن دخول تركيا على الخط ومحاولتها ابتزاز الحكومة السورية لن يكن له النجاح الكبير. ما تزال هناك مشاورات، هناك وفد رد وصل الى تركيا لبحث النهوض، وهناك عمل عسكري سوري لم يتوقف. والمؤسف ان تركيا بكل وقاحه ما تزال تصر على ان يكون لها نقاط عسكريه داخل اراضي سوريا. الاغلبيه يدعو للتفاؤل بماذا؟ لماذا؟ لانها تريد حمايه مجموعات ارهابيه تنسيق معهم بحجه ان هناك مواطنين سوف ينزحون من تركيا. اعتقد ان الامور سوف تشير بما تريده الحكومه السوريه وان طال بعض الوقت، ولكن استمرار المعارك لمصلحه سوريا. تمام. دكتور شريف ارجو فقط ان تغير مكانك وان ترفع صوتك قليلا كي اتمكن من سماعك. الخشيه بشكل او باخر من تطور المواجهات بين الجيش السوري وبين القوات التركية تبدو يعني مثار توتر لكل المراقبين وكل المتابعين للأحداث، لكن في الوقت ذاته يبدو المجتمع الدولي يعني محذرا فقط من إمكانية تصاعد الوضع، ويعني يقول بأنه لابد أيضا أن تحافظ، وهذا كان سؤالي لضيفي منذ قليل السيد يسري عبيد، يجب أن تحافظ الدولة السورية على عدم تصعيد الأمور. كيف يمكن أيضا أن نضع الموقف الدولي والتصريحات الدولية وأقصد تحديدا الاتحاد الأوروبي وغيره من الأطراف الدولية بشكل أو بآخر، حتى المظلة الأممية التي يمكن أن تصدر يعني تصريحات لكن دون قرارات فاعلة على الأرض، كيف يمكن أن نوصف المواقف الدولية وأن نضعها في نصابها الصحيح من أجل تطويرها؟ سوريا لا تريد التصعيد مع تركيا، هذا أمر يعرفه الجميع. لأن ليس من مصلحة سوريا أن تقاتل جار لها بغض النظر عن أردوغان وحكومته. سوريا لا تريد التصعيد أبدا، لكن إذا دعت الأمور للتصعيد فسوريا مستعدة للتصعيد، خاصة وأن أراضيها هي المحتلة، خاصة وأن الإرهاب يضرب في أراضيها، خاصة وأننا على مدار 10 سنوات تأذينا من الدعم التركي للمجموعات المسلحة سواء كان في سوريا أم في ليبيا أم في مصر أم في كل المناطق التي وصلت إليها يد أردوغان. ذلك أقول لك بكل صراحة، إذا دعت الحاجة لتصعيد فسوف تصعد الحكومة السورية. المواقف الدولية معروفة، الاتحاد الأوروبي دوما يدين تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت عملياتها مع تركيا من أجل عدم السماح لتركيا بدخول الأراضي السورية أكثر من ذلك وحذرتها. أيضا الدول العربية موقفها من تركيا واضح، روسيا ايضا
التقيت مع الحكومة السورية، المجتمع الدولي كله هنا مع سوريا في مواجهة إرهاب في أحد محافظاتنا يضرب في كل مناطق. لذلك أعتقد الموقف الأوروبي والموقف الدولي والموقف العربي مع سوريا، خاصة أن سوريا تدافع عن أراضيها، وخاصة أن لتركيا مشروع إخوانيا أصبح واضحا، سواء كان في ليبيا بضرب الاستقرار في ليبيا وضرب الأمن القومي المصري وفي سوريا وفي تونس وفي كثير من المناطق. لذلك الحكومة السورية مستمرة، وكما قلت لك مثلا من الداعين للتصعيد، لكن إذا ساعدت تركيا سوف تساعد الحكومة السورية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور شريف شحادة، الباحث بمركز دمشق للأبحاث، وحدثني توا هاتفيا من العاصمة السورية دمشق. وإذا مشاهدي الكرام، الآن أذهب مع حضراتكم إلى وقفتنا الحوارية الثانية. في تطور جديد للأحداث في العراق، وما يطالب به الحراك الشعبي في محافظة ذي قار من تنظيم استفتاء لاختيار رئيس وزراء بدلا عن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، هي ضغوط يراها البعض قد تعرقل جهود تشكيل الحكومة الجديدة. كيف سيكون رد الحكومي على هذه المطالب، وما هي السيناريوهات المتوقعة لمسار الأحداث في الأيام المقبلة؟ نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نعود لنطرح الأسئلة الملائمة. استفتاء شعبي من أجل اختيار رئيس وزراء مستقل غير متحزب هو مطلب قادة الحراك الشعبي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الذين أمهلوا حكومة تصريف الأعمال أسبوعا لإجرائه، وإلا سينظمون مسيرة مليونية بالقرب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد. مطالب الحراك الشعبي في ذي قار تتسق مع ردود الفعل الرافضة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي فور تسميته رئيسا للحكومة العراقية. ردود الفعل الرافضة لترشيح علاوي تراوحت بين الرفض المبني على تجربته السابقة وبين القبول المشوب بالخوف من الفراغ والفوضى. الرئيس المكلف تعهد بتأليف حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية والتهيئة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن هذه التعهدات لم تجد صداها لدى بعض المتظاهرين. وفي محاولة لتجاوز هذا الرفض الشعبي، التقى علاوي الأربعاء عشرات من ممثلي المحتجين ضمن جهود يبذلها لتجاوز عقبة الرفض في الشارع العراقي الذي انتفض تنديدا بالنخبة السياسية الحاكمة وبالفساد ورفضا للنفوذ الإيراني. علاوي وغيره من الساسة يدركون أن مفتاح حل الأزمة السياسية بيد إيران، إلا أنه أيضا لا يمكنه القفز على رقم صعب آخر في المعادلة هو الحراك الشعبي. ولا يملك علاوي هامشا واسعا للمناورة لهيمنة الأحزاب الشيعية الموالية لطهران على البرلمان. ولتجاوز عقدة التشكيل الوزاري يحتاج أن يوازن في مواقفه ووعوده بين ما تطلبه طهران وبين مطالب شعبية ملحة من ضمنها كبح النفوذ الإيراني في العراق. وتعهد علاوي بإطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات وتعويض عائلات القتلى من المتظاهرين خلال أعمال عنف المتفرقة في المدن المنتفضة والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين. كما وعد علاوي وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير نحو 170 مسؤولا حكوميا بالوكالة و450 مديرا عاما في مختلف الوزارات. وتعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته التي يتعين عليه تشكيلها بموعد أقصى الثاني من مارس المقبل، وأنه سيأخذ برأي المحتجين في 5 وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل. ووفقا للدستور يجب أن يمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته، وحتى ذلك الحين لا يمكن له اتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهد القيام بها. إذن في ظل كل هذه المحاولات من رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بإرضاء الشارع أو بتوصل إلى
حلول قابلة للتعاطي السياسي مع الحراك الشعبي بشكل أو بآخر. لم تنجح تماما هذه المحاولات حتى الآن، وإن ظلت محاولات على الدرب. السيد باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد ينضم إلي. أستاذ باسل أهلا بك. إذن هل يفلح توفيق علاوي بشكل أو بآخر في التواصل والتعاطي مع متطلبات الشارع العراقي، إنجاز أن نقول إن هناك ما يسمى تحديدا بالشارع العراقي أو بمطالب موحدة للشارع العراقي؟ بالبدء سيدي، تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللسادة المشاهدين. سيد العزيز، الآن جميع المؤشرات والمعطيات تشير بأن السيد محمد توفيق علاوي لا يمكن بأنه أن يكون ضمن ما يطمح به الشعب العراقي وضمن احتياجاتهم. واليوم المرجعية الرشيدة كذلك في خطبة الجمعة عززت هذه المسألة وقالت بأن يجب أن يكون اختيار رئيس مجلس وزراء ينسجم ويلبي ما يطمح به الشعب العراقي. الآن نلاحظ الحراك الشعبي هو رافض جملة وتفصيلا إلى محمد توفيق علاوي، هذا من جانب. الجانب الآخر، محمد توفيق علاوي أتى من رحم التحزبية، فبمعناه هنالك ضغوطات، هنالك مضايقات، هنالك سوف يطلبون منه مناصب. ومن يقول بأنه سوف يشكل الكابينة الوزارية باجتهاد شخصي وعدم التدخلات وهذه المسائل فهو يكذب، هذه إكذوبة. كما أتى السيد عادل عبد المهدي كذلك أتى السيد علاوي، هذا من جانب. الجانب الآخر، الآن السيد محمد توفيق علاوي هو السقف الزمني أو المدة التي منحت إليه هي ما يقارب أقل من سنة لحين ما أن يكون هنالك انتخابات مبكرة، فلا أتوقع بهذه الفترة الضيقة سوف يحقق كل هذه الإنجازات. المسألة الأخرى والأساسية هي ليس برئيس الوزراء، المسألة هي بالقوى السياسية التي سوف تضغط على رئيس الوزراء من أجل الحصول على مكاسب. لكون عرفنا منذ 17 سنة وإلى يومنا هذا الكتل السياسية فقط تسعى إلى مصالحها الشخصية، لا يهمها ما يحدث في العراق. نعم معك عزيز. طيب، لأن الصوت تقطع لدي عادة مرة أخرى. طب دعني أسألك، يعني هل الوقت مناسب؟ هل الفرصة ممكنة لإجراء استفتاء شعبي واختيار رئيس غير متحزب أو غير مسيس؟ هل يبحث الشارع عن أستاذ جامعي، شخص تكنوقراطي متخصص يخرج بالبلاد من عثراتها؟ لأنه يبدو أنه كل من حسب على السياسة بشكل أو بآخر بات لا يرضي، لأنه يعني في النهاية أنت تعلم مسألة المحصصة أو مسألة الانتماءات يعني المذهبية أو القومية أو غيره. يعني هل الوقت يعني متاح ومناسب لمثل هذه استفتاء، مثل هذه يعني طريقة للتعامل والتعاطي مع الأمر في الشارع العراقي الذي يعاني؟ الوقت مناسب للخروج من هذا النفق المظلم ومن هذه المسائل، لكون الآن الشارع العراقي يقول بأن اختيار رئيس مجلس وزراء يجب أن يكون بإرضاء الشعب ليس بإرضاء القوى السياسية. لاحظنا في السابق كان الشعب العراقي مقيد بالتحزبية، بالمحافظة، بكل هذه المسائل. الآن كسر كل القيود، فهنالك آلية من قبل الساحات التظاهرات بكل المحافظات اجتمعوا على آلية موحدة أن يكون هنالك استفتاء عام، ومن خلال هذا الاستفتاء يتم اختيار شخصية، يطرح عدة شخصيات من رؤساء الجامعات، من الدكاترة، من العمداء وإلى آخره، فيتم اختيار من هو الذي يحصل على نسبة العليا من الأصوات، هو الذي يمنح من قبل رئيس الجمهورية بأن يشكل الكابينة الوزارية. سيد باسل عفوا، لأنه تبقت لدي دقيقة وأريد أن أطرح هذا السؤال. كثيرون يعلمون أو يدركون أنه هناك الكثير من الحل بيد إيران بشكل أو بآخر، هل تضعها كرقم مهم بالفعل في هذه المعادلة؟
كل الأحداث التي تحدث في العراق في الوقت الحالي وأصرار الكتل السياسية على اختيار شخصيات من داخل رحم التحزبية هو كل هذا بتوجه من قبل الجانب الإيراني لكون الأحزاب الآن المسيطرة على رئاسة الوزراء هي ولاءها واتباعها إلى الجانب الإيراني جملة وتفصيلا. إيران دوما وتكرارا تضع نفسها في المطبخ السياسي العراقي واختيار المناصب واختيار كل المسميات. هل يمكن أن تحل الآن الموقف والمشكلة يكون أيضا الحل إيراني؟ هنالك مسألتين، هنالك طرف يريد فرض الإرادة وطرف يريد كسر الإرادة. الفرض الإرادة إيران تريد أن تفرض إرادتها على الشعب، ولكن الشعب يريد كسر هذه الإرادة. فنتوقع من خلال الأصوات التي اعتلت من المتظاهرين وهنالك أعطينا شهداء وجرحى سوف ينتصر الشعب على إيران وعلى أي تدخلات خارجية. نعم، يعني هذا هو عهد الشعوب المثابرة والمحافظة على وطنها. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا من العاصمة العراقية بغداد. حدثني يا سيد باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي. ولا يتبقى مشاهدي الكرام إلا أن أشكر أيضا حضراتكم، وعلى رأس الساعة نشرة إخبارية مطولة. في أمان الله حتى ذلك الحين.